اهلا وسهلا بكم مشاهدين شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بكم معنا في الجولات الليليه اللي كنديروها باش كنحاولوا نوريكم الوضع كيفاش كيكون في ظل حضر التجوال الليلي. وكذلك كنهضروا على الموضوع اللي دائما كنجبدوه حتى ان شاء الله يدار ليه حل ان شاء الله وما نبقاوش نشوفوا بحال هاد الناس هادو اللي كينعسوا في الزنقه. الموضوع هو شنو الراي ديالكم في بعض المتشردين اللي ما عندهمش يعني ماوى في هاد الظروف القاسيه او في هاد البرد القارس كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. مساكن كنلقاو ناس مساكن ناعسين مع وليداتهم في الزنقه، يعني ناس مسنين، ناس صغار، يعني مراوات حتى هما مغاربه بحالنا بحالهم. كنتمناو من المسؤولين انهم يرأفوا يعني في حق الناس هادو باش يحاولوا يبنيوا لهم مراكز ديال المأوى باش مساكن في هذا الفصل ديال الشتاء، على الاقل في هذا الفصل ديال الشتاء يعني يرأفوا بهم ويرحموهم شويه. لانك تشوف بنادم ناعس في الزنقه راه كيبقى فيك الحال صراحه. حنا في 2020 وكنبغيو ربي ينزل عندنا هاد الرحمه، وكنشوفوا بحال هاد الناس مساكن ناعسين كيبقى فينا الحال. وقررنا على اننا يوميا نبقاو نديروا هاد اللايف هذا ديال المتشردين باش ان شاء الله ولو يتحركوا شويه دوك الجمعيات ديال حقوق الانسان، حيت لما جيتوش يعني ديروا الخدمه ديالكم دابا وشوفوا الناس في ناسين، لما كنتوش غتجيو انكم غديروا الخدمه اللي عليكم كانكم حقوقيين وكتدعوا انكم يعني حقوق الانسان ومنظمات ما عرفت شنا هو، لما كنتوش غتوقفوا مع الانسان انه ينعس في الزنقه. واش كاينه شي حاجه اكثر قسوه من هذه القضيه هذه ديال انك تنعس في الزنقه والبرد في هذا الشو وفي هذا البرد ومغطي بميكا وحداك ولدك صغير ولا راجل كبير مسكين عنده 70 عام وكتلقى بنادم في الدار وباقي صغير ومغطي وكيخفقف بالبرد وكيقول اوه كاين البرد وهذا. وعاد الناس مساكن اللي كنشوفهم هنايا عرفتي كنشوفوا واحد الحالات راه كتاسف صراحه والله الا كتاسف. السلام عليكم الاخت كريمه، مرحبا خويا، مرحبا، صباح الخير خويا عبد الصمد. فوالا خويا ناقوس، هذا هو الوقت ديال الجمعيات اللي كنشوفوهم كيهضروا كيف ما كتشوفوا معنا. ها نشوفوا الناس في النازين، يعني كتاسف صراحه. هذا هو الوقت ديال باش اننا خصنا نوقفوا مع بعضياتنا صراحه. خاصة دار حمله شامله في المغرب كامل، يعني زيرو متشرد في الزنقه، يعني ما بغيناش نبقاو نشوفوا الناس كينعسوا في الزنقه، يعني من العيب والعار ومن يعني من يعني جريمه في حق الانسانيه ان تشوف انسان ناعس في الزنقه في هذا الشو في هذا البرد. يعني هانتوما حنا غاديين في الطوموبيل وهذا عرفتي واحد البرد دابا كاين كيداير في الزنقه، راه لا اله الا الله. هانتوما شوفوا الصف ديال الناس، راه مايمكنش ليا باش ما بغيناش نبرزطهم بنادم ولا نحرجوهم ولا نبينوهم فوجاهم مساكن. هانتوما الناس فين ناعسين، الناس ناعسه في الزنقه، لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمناو من المسؤولين يعني ضربوا من النفس شويه على هاد البلاد هادي وعلى هاد الناس هادو، تما راه خوتهم تما راه مغاربه بحالنا بحالهم، يديروا معاهم شي حل، يعني حشومه ما خصهاش يكون بحال هكا. يعني كنشوفوا ان اموال طائله كتمشي في شي حوايج يعني كيخرجوا، يعني اموال طائله كنشوفهم كيمشيو في شي بروجيات وفي شي حوايج غا هضره، يعني ما كاينش شي حاجه يعني كتحس بها ملموسه، كيحس بها الشعب كيتوشيها كيشوفها كيتنفع منها، لا حول ولا قوة الا بالله. هذاك الشيء اللي كاين اخويا، باقي الخير الحمد لله، ربي دائما كينزل الرحمه ديالو. راه الانسان يقدر يبان لك دابا انت ناعس ومغطي بميكا وهذا، ولكن سبحان الله العظيم الرحمه ديال الله هي اللي مخليه ناعس، حيت راه لا حيت العقل المنطقي ما يمكنش، حيت دابا انت مثلا كتقدر تهبط دابا لابس حوايجك للزنقه توقف واحد 10 دقائق ما كتقدرش توقف، فما بالك ان انسان ناعس ومغطي بميكا وناعس، يعني راه كاينه شي حاجه ديال الله راه هي اللي مخليه ناعس، راه ما يمكنش حيت هذيك الطاقه الحراريه ديال الجسم ديالنا ما كتفهمش ما تقدرش تستوعب الدرجه الحراره اللي كاينه دابا،
يعني كاين البروده دابا ما عرفتش شحال واصله، البرد قارس. دونك هذاك الشيء ديال الله سبحان الله العظيم، ربي كينزل عليهم الرحمه باش كي تما ناعسين هما ابتلاء المسؤولين في الدوله هادو، باش كيبينهم انهم فاشلين في الخدمه ديالهم. وكان هاد النواب اللي كينوبوا علينا في البرلمان، اللي حنا لان هاد الناس هما اللي كيصوتوا عليهم، يعني مادام كيصوتوا عليك باش انك تما باش تزيد بالقدام، ان الشباب تا هو باغي يتزوج باغي يخدم باغي بزاف الحوايج، واش حنا باقيين واحلين مع بنادم ناعس في الزنقه؟ راه حشومه راه عيب وعار. حنا بغينا نزيدوا القدام، ما بغيناش نرجعوا للور، حنا باقيين غن. مرحبا خويا جلول، مرحبا. هادوك ماشي فرنساويين اخويا عادل، هادوك كاينين الناس متشردين في فرنسا، مشافق معاك في اي بلاصه كاينين متشردين، ولكن كاينين الناس اللي هما باغيين يعيشوا التشرد، او الناس اللي كيكونوا حارقين وكيمشيو لهذيك الدوله وما كيلقاو فين ينعسوا، بحال الاخوان ديالنا الافارقه وهذا. ومع ذلك كتلقى ان الدوله الفرنسيه فاتح لهم واحد المراكز ديال الايواء، انك تجمعهم وكتدوش لهم وكتعطيهم الملابس ديالهم، بما انهم غادروا البلاد ولا سووا معهم الامور ديالهم، يعني ما كيخليوش بنادم ناعس في الزنقه يعني كيف ما كنشوفوا في هاد الحاله هادي. وما كاينش اصلا فرنساوي ولد البلاد ينعس في الزنقه، فهمتي؟ الدوله حتى هي كتحس بها معاك، بحال قلتي هي الام، هي الام الثانيه ديالك، يعني كتحس بالدوله حتى هي معاك، ماشي كتحس براسك بوحدك. مرحبا خويا عبد الصمد، الله يخطيك. اللهم فرج عن القلوب لا يعلم حالها الا انت، ولم تفوض امرها الا اليك. اللهم امين خويا الصحراوي، اللهم امين. كيف قلتي ربي هو اللي كيحس بالقلوب ديال العباد ديالو، هو اللي كينزل عليهم الرحمه. والحمد لله حنا في الدنيا هادي، كيقول لك اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبه، حنا في الدنيا هادي كامل ابتلاءات. الانسان اللي كان في المستطاع ديالو انه يدير الخير، وكان ان ربي يعني هو ميسور الحال وربي مسهل عليه، والحمد لله عنده امكانيات باش انه يقدر يدير يزيد من عنده، يعني حتى المسؤولين ما خدامينش حنا ما نحبسوش يدينا، لكن كاينين الحمد لله ناس محسنين وهادي تما يحاولوا يتجمعوا ولا يديروا شي حاجه، ولا ما بقاوش كنتسناو في هاد الجمعيات والقيل والقال، يعني يقولون ما لا يفعلون، يعني سئمنا من هاد يعني هاد الهضره هذا ولغة الخشب. غنديروا غنفعلوا غنديروا غنديروا غنديروا، ملي كتجي تشوف الارض الواقع كيف ما كتشوفوا معنا دابا اخواني، فاش درنا هاد الدوره شفنا الناس ناعسين في الزنقه. الوغ هذيك الهضره كامله خاويه، دابا تجي تسول الجمعيات يقول لك لا احنا ضد الانسان ينعس في الزنقه، وما كيشوفوها بعد مره امراه دايره الحجاب، لا الحجاب ما خصوش يكون، وحنا خصنا وشوف فين مشاو، تشوف بعد الناس اللي كينعسوا في الزنقه، انتوما كتمشيو لشي حوايج اللي هما فارغين وخاوين، كاش بغيو ديروا فيها زعما راه حنايا في مصلحه الدوله وهذا. ما فهمتش انا الميزانيات اللي كتخرج من صاحب الجلاله، الفلوس اللي كيعطي من ماله الخاص باش انه يدير مبادرات وطنيه، وكيف ما كتشوفوا لي التضامن باش انه يعطي المسؤولين باش يخدموا، ولكن المسؤولين ناعسين ما كاينينش، كل ما عرفت شنو كيدير، كله كيشوف راسه كله ناعس. دابا المسؤولين اللي متكلفين بهاد المنطقه هادي راه تلقاهم ناعسين دابا، لانهم خاصهم يديروا مراكز ديال الايواء هنايا، والناس كتخرج برلمانيين اللي مرشحين عليهم هنا، تلقى ناعس دابا في الفيلا ديالو كاع ما فايق لك من الناس كاع، هو الناس في المنطقه اللي مرشحين عليه الناس ناعسين في الزنقه، يعني حشومه انت كعضو برلماني كتمثل هذه المنطقه وتشوف هذه المنطقه ناعسين فيها الناس في الزنقه، يعني انت اللي كان عندك واحد الضمير مهني اللي كتخدم بنزاهه، ما كنظنش اخويا انك غتنعس وتخلي تشوف هاد الناس في هذه الحاله هذه، ما كنظنش، لا اظن ذلك. فوالا الاخ حسين، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، هذاك الشيء اللي كاين. السلام خويا خالد. اما الناس مساكن في الناعسين تحت المقاهي وتحت الاصناع، لا حول ولا قوه الا بالله، لا نولاهم الله، هذاك الشيء اللي كاين الله يصبرهم وصافي. تحياتي لك خويا تيطواني من الدار البيضاء، وتحية للناس ديال تيطوان.
هذاك الشيء اللي كاين اخويا عبد الصمد. حنا راه مغاربه ولاد الشعب وكيبقى فينا الحال صراحه. راه كنحس بنادم والله دابا. انا دابا في هذا الجو كنحس براسي انا عايش دابا دابا في الزنقه، وكنشوف دابا الناس ناعسين يعني مباشره وزعما في الزنقه، وكنحل الطوموبيل وحنا دايرين سخونيه دابا في الطوموبيل ولابسين الجاكيطات ديالنا وفينا البرد. يعني كتحل الطوموبيل وكتحاول دير راسك في بلاصه داك الانسان. راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه ما يمكنش، راه والله ما يمكن ان انسان ناعس مغطي. يا صاحبي انا كنتخيل دابا راسي غنتخطى بميكا، ما يمكنش، راه لا حول ولا قوه. كيف قلت لكم كاين الرحمه ديال ربي اللي كتنزل ولا يعلمها الا الله. داكشي كاين، داكشي انسان كيتعامل مع الله كيتخلص مع الله، ما كيعرفش داكشي انسان العادي ما يمكنش اللي يعرف هادشي. وعليكم السلام خويا كريم. ام خديجه كتقول لنا صباح الورد والياسمين. عليكم صباحكم سعيد خويا، والله هادشي كيضرنا في قلوبنا، الله المستعان. والله الا كان البرد قوي في مراكش على درجه البارح جاء في بيوتنا ومتنا بالبرد، يا رب ترحمنا. فوالا اختي خديجه كيف قلتي، ملي كيكون البرد ونمشي في الدار ومغطيه ولابس الحوايج، الانسان لابس الحوايج ديالو كيحس بالتقفقيفه وكيحس بالبرد وهذا، فما بالك ان الانسان ناعس في الزنقه والشي صابه ومغطي بماء ومغطي بميكاب قلع مطقوب كيدخل البرد والملابس ديالو فازقه. وكتعرفوا الانسان الا كان فازقي اللي الحوايج كيرجعوا ليه هذوك البروده اللحم ديالو كيولوا بحال لا كلاص كيولي لك في لحمك وانت غتنعس. تخيلوا شنو هو النعاس، الناس النوم كيبغي الراحه، يعني وكيفاش غتجي هذيك الراحه مع هذيك البروده ديال الماء مع لحمك مع ما مدوش مع حوايجك مسخين؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي لا قدر. الاخ تيطواني كيقول لنا صراحه كنفرح ملي كنشوف المباشر ديالك، صراحه من المحبين المباشر ديالك صراحه. شكرا خويا تيطواني على خداك، حنا كنديروا اللي علينا كاننا ولاد الشعب، كنحسوا بالشعب وكنحاولوا نوصلوا الميساج لهذوك النواب البرلمانيين اللي كينوبوا على هذه المناطق هادو لانهم خاصهم يخدموهم. كنحاولوا حتى حنا كولاد الشعب، كضربنا الغيره وبزاف د الحوايج. وكيف ما كتعرفوا قناه شوف تي في حتى هي راه قناه الشعب. كنوصلوكم يعني مباشر، يعني ما كاين لا كذوب لا والو، كتشوف الواقع يعني المؤلم اللي كتعيشوا صراحه بعض المناطق في البلاد ديالنا. وكتشوف صراحه كتشوف حتى من البنيه التحتيه يعني كاينين الفرزيات. ملي مثلا كتكون في عين دياب وفي المعارف في دو مارس كتشوف طريق زوينه وهذا، ملي كطلع من كطلع الاحياء الشعبيه سباشا سيدي عثمان حي مولاي رشيد الحي المحمدي سيدي مومن كتلقى الحفاري كتلقى دايات كتلقى، وحنا راه في كازا يعني فهمت السطا. لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى ان المسؤولين يكون عندهم ضمير ويكون عندهم، راه كاين واحد النهار غيموتوا فيه وغيمشيو عند الله وغيتحاسبوا على هادشي كامل، لان ديك الثقه ديال هذاك الشعب مسكين كتلقى الناس ابرياء كتعطيك الاصوات ديالها وكتثق فيك باش انكم تساعدهم، وفي الاخر كتجي كيكون اهمال. والاهمال ملي كيكون راه كيكون على ارض الواقع، لكن احنا زيزين وما كيبان لنا حتى شي واحد ناعس، وكتبان لنا الدنيا نقيه ولي رون بوان مقادين والطريق مقاده والضوء شاعل مزيان وكاينه الاناره وكتبان لك البنيه التحتيه والسبيطارات مزيانين وهذا، راه تفرح، راه تقول الحمد لله بلادنا زوينه، حنا كنديروا في هذه الجولات الليليه والحمد لله بلادنا زادت القدام. وغتبدا دير الوصف ديال هذاك المشهد اللي كتشوف. ولكن انت دابا راه غتكذب، واش انت دابا غتشوف بنادم ناعس في الزنقه وبدا تقول بلاد وحنا بخير والحمد لله وبدا تكذب على راسك؟ ما يمكنش. لا يا اخي. بزاف اخويا عبد الصمد، والله الا بزاف. اللهم امين خويا محمد، اللهم امين. اللهم امين خويا عبد الرحمن، الله يشوف من حاله مساكن. اكيد اختي عائشه كتقول لنا والله انا زوجي ايطالي وكيشكر في المغرب زعما بزاف، وبلادكم كتساعدوا بعضياتكم وتفرحوا بالبراني وبحبكم برشا وفيكم. انت تونسي اختي عائشه غتكوني اكيد، تحيه لك. اكيد حنا المغاربه الحمد لله كيف ما كتشوفي اما في الكومونتير الناس كيتضامنوا مع بعضياتهم، حنا كنتضامنوا مع بعضياتنا. ولكن كاينين المسؤولين كما باقي الدول العربيه حتى هما عندهم نفس المشكله، كتلقى الشعب مسكين كيتعاون مع بعضياته وكيبغي بعضياته
ديالهم وكتلقى مسؤولين لانهم اللي هادوك الناس اللي كترشح عليهم هما اللي فيهم هاد المشاكل، يعني هما اللي ما قايمينش باللازم ديالهم ما دايرينش الخدمه ديالهم. اما الا كان بحال بنادم كتضربوا النفس على بلاده، كيف كتضربوا النفس على داره وعلى ولاده وعلى هذا وعلى دينه كذلك، راه غنمشيو بعيد. الاخت عائشه وتحيه لك ومرحبا بك في المغرب. المغرب راه بلاد ديال الجميع، مرحبا بجميع الناس اللي في العالم كاملين، كنرحبوا بهم في بلادنا الحبيب. تحياتي لك كذلك من الدار البيضاء اخي، وتحيه للناس ديال فاس، الناس زوينين. هذاك الشيء اللي كاين، الله المستعان اخي، الله المستعان. فوالا اختي ماها، فوالا احسن شي قولا والله. قال لك واحد المثال، الكرش ياك، واحد المثال، عامر الكرش، عمر الكرش شبعانه تحس بالكرش جيعانه. والله ياخذ الحق، عندك الصح اختي. الانسان اللي كيكون شبعان وناعس دار وعمره ما يحس بهذاك الانسان اللي مسكين فيه الجوع وناعس في الزنقه. ساخشو مازال حنايا كبشر عاديين، راه ما لا زعما ما بين اليد حيله، كتلقى الانسان مسكين حتى هو مغلوب على امره وحتى هو كريم، يمكن حتى يطلع واحد من الزنقه ينعسوا معاه في الدار. يعني امشوا بهذاك المنهج ديال لا يحب احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لكن حنا كنهضروا على المسؤولين اللي هما اللي لازم عليهم يديروا هذه المسائل، لانهم كيتخلصوا على هذا الشيء والناس ثقوا فيهم وعطاهم اصوات ديالهم، وفي الاخر كتشوفي ما كيديروش الخدمه ديالهم. اكيد ان الناس كيبقى فيهم الحال، وكيف كتقولي من هذا الانسان هذا المسؤول هذا اللي غيكون ناعس في الدار ديالو وشبعان وليداته مغطين وهو مغطي وكيشوف راسو بخير، واش بالله عليك غيحس بواحد الناس مسكين اللي ناعسين في الزنقه وناعسين بوليداتهم وما معشينش غيخرج يسول فيهم؟ مع الاسف ما بقيناش كنشوفوا هذا الشيء. اكيد خويا رضا خصنا نديروا حمله ديال التبرعات، اللي عنده شي حوايج قدام يتعاون بهم، اي حاجه تقدر تعاون بها المتشردين، اي حاجه تقدر تعاونهم مسكين. تمشي لواحد الحوايج كيبانوا قدام ما عندك ما دير بهم، هو مسكين راه يقدر يتخطى بهم على الاقل يسخنوا في هذا البرد هذا. دونك اي واحد يقدر يساعد ولو بالقليل ولا بالكثير، كل واحد وعلى قد جهده. راه فهمتي يا ربي، راه ما كيضيعش الاجر ديال المحسنين. الانسان اللي كيدير الخير وهذا ربي راه بالعكس، عرفتي ملي كتعامل مع واحد الانسان اللي هو في واحد الحاجه ماسه واحد الحاجه ومسكين كتعطيه باللي عندك وانت ما كرهتيش ما عرفت شنو هو تعطيه، كتقول لي خويا راه هادشي اللي عندي راه ما كرهتش ما عرفت شنو هو نعطيك، راه مقبوله لك بحال اللي عطى لشي واحد قصر كانه عنده نفس الحسنه نفس الخير. المهم النيه هي كل شيء، النيه هي اللي خصها تكون زوينه. مزيان نعاونوا بعضياتنا الاخوان، مزيان كاع اللي حدا شي واحد مسكين كينعس في الزنقه ولا شي حاجه يحاول يساعدوه، يهبط ليه حويجات، يهبط ليه شي مانطا، المهم يدير معاه الواجب وصافي. حنا المغاربه باش نعرفوا شنو كاين. فوالا هادي حتى هي من الاسباب علاش الناس كيهاجروا من هاد البلاد، باش الناس الشباب تما مساكن بزاف باغيين يتزوجوا، باغيين هادي خدامي ما كاينينش. وحنا دابا في هاد الجائحه الله يرفع علينا هاد الوباء، زادت ازمه القضيه، وكنتمناو فقط غمن الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافا. ما سخيناش بكم مشاهدينا الكرام، غنيو هاد الباش، كنشكركم على التفاعل ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم زوينين. الله يدير شي تاويل ديال الخير، ومن نعاودوا الذكر عاوتاني عاوتاني، اللي حدا شي واحد كينعسوا في الزنقه ولا هذا يتعاونوا معاهم باش ما كان. والله لا يضيع اجر المحسنين، ودمتم في رعاية الله، والى اللقاء، وتبارك الله عليكم في لايف اخر ان شاء الله. الله يعاونكم.